يا خاوتي ديما على بالكم بلي المراركة واعداء هذا الوطن راهم هبلوا خرجوا عن السيطره. باش ما يتسنيالاش الفيديو فقط اهبط لتحت وخلي لايك، ما راك خاسر والو خويا. وما تنساوش حاجه دائما نقولها لكم، افتخروا بانكم جزائريون في التعليقات. الان روحوا مباشره نشوفوا الفيديو كيف كيف. بالنسبه لزياره الرئيس الايراني، لن تقع الزياره الان، وستكون الزياره المشاركه في قمه منتدى الغاز. ولكن بصراحة أنا أحببت أن أتحدث عن هذا الأمر، أحببت أن أستغل هذه المناسبة. سفير إيران صرح لصحيفة الخبر الجزائرية اليوم بأن الرئيس الإيراني يعول كثيرا على هذه الزيارة ويسعى إلى استغلالها لتعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقال بأن الزيارة ستبحث ملفات مهمة. وصرح سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن موقف الجزائر من القضية الفلسطينية كان ولا يزال من المواقف المشرفة جدا. إيران تعرف هذه الأمور جيدا. وبصراحة أنا أريد أيضا الحديث عن هذه الجزئية. وفي كل الأحوال الجزائر تتمتع بعلاقات جيدة، تتمتع أيضا بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية. من المهم جدا مراعاة هذه التوازنات. الجزائر الآن دولة مقبلة على خطة نهضة اقتصادية شاملة من مصلحتها الانفتاح على الجميع، شرق وغرب، كل العرب، المنطقة، تركيا، إيران. ولكن أنا لدي منظور أريد أن أتطرق إليه. كان بالإمكان الانتظار طبعا ريثما تتم الزيارة، ولكن أحببت أن أعلق. العلاقات الجيوسياسية في كل أحوال بعيدة النظر وللعين الفاحصة تبدو إيران قريبة، تبدو الزيارة قريبة. ثم قواسم كثيرة بين إيران والجزائر. إيران من الدول القليلة التي لا تعبث بسيادتها، والجزائر تاج السيادة في المنطقة. ولو كانت السيادة منتج قابل للتصدير لأصبحت الجزائر أثرى دولة. الجزائر تأخذ سيادتها بشكل جدي، هذا ما أريد قوله بصراحة، وهذا أمر معروف. ولا تنسوا أيضا منعها منذ يومين المقاتلة الأمريكية من استخدام أجواء الجزائر. إيران دولة مبادئ، والجزائر كذلك طبعا. إيران مؤثرة في محيطها وكذلك الجزائر. الجزائر تتمتع بجيش قوي للغاية، وكذلك تتمتع إيران بقدرات عسكرية جبارة استراتيجية. والمهم هنا ليس القدرة العسكرية فقط، دول كثيرة في المنطقة قادرة كما تعلمون على شراء أسلحة استراتيجية. حتى الإمارات الدولة الصغيرة، يعني دولة عدد سكانها بحجم قرية جزائرية، ولكنها اشترت أسلحة متطورة، كما اشترت يخوت وسيارات فاخرة. ولكن المعيار هو أن تتماشى قدراتك العسكرية مع سيادتك، وتعزز بها أمنك، وتفضي هذه القوة إلى دعم القضايا النبيلة، وتتحاشى أضعاف المنطقة. ويلنا لو كانت مثلا هناك مثل الإمارات، لو كان لديها تلك القوة الفعلية النابعة من العوامل التي تتمتع بها دولة مثل إيران أو الجزائر، لو كانت بيد محمد بن زايد. يعني هذا أمر مرعب. هو ليست لديه القوة، ولكن بماله يعني خلق مصائب في هذه المنطقة. يعني هذا هو المقصود، القوة العسكرية المتوافقة والمنسجمة مع المبادئ ومع السيادة. ليس بالضرورة أن تخوض إيران أو الجزائر الحرب ضد إسرائيل. العالم لا ينتهي خلف النافذة، والتاريخ لم يبدأ الأمس ولن ينتهي غدا. المهم أن وجود هذه القوة الاستراتيجية عامل أساسي، عامل قوة استراتيجية للمنطقة أيضا. لازلنا نحن في الرحلة، وعندما نلتفت من حولنا سيكون من دواعي سرورنا أن نجد مثل هذه القوة، القوة الجزائرية، القوة الإيرانية قد تعاظمت. هذه الأمور ضرورية في الواقع. الناس الآن تفكر بذهنية ضمن رؤية نفقية. لا، القوة ادخار استراتيجي. أيضا الجزائر من القواسم المشتركة، الجزائر حبيبة المعسكر الشرقي، وكذلك إيران. إيران ثرية بالموارد،
وكذلك الجزائر. رغم اختلاف المنظور بين البلدين وفلسفة الحكم طبعا، إلا أن سبب احترام البلدين لبعضهم البعض نابع من العوامل، وكذلك الالتزام القوي بمنظومة المنظومة الثرية من القيم. بعض دول المنطقة اهتدت مؤخرا إلى أن العلاقة الإيجابية مع إيران خير لها من استعدائها، وهو أمر إيجابي للغاية. وأنا لطالما عبرت عن سعادتي بالصلح الإيراني السعودي وأرجو أن تتطور العلاقة بين البلدين، ولكن كانت الجزائر سباقة، كانت من الدول العربية القليلة التي تتمتع بعلاقات ممتازة مع إيران. عادوا دول كثيرة عادت إيران من دون أي سبب، وشيء لا يعقل بصراحة، وكانت من الأخطاء الاستراتيجية القاتلة في المنطقة. على أي حال، حاول البعض التأثير على الجزائر وعلى علاقاتها، ولكن قلنا ماذا؟ السيادة الجزائرية ليست قابلة للمساواة، وحافظت الجزائر على علاقات ودية مع إيران. وكما يقول الجزائريون، الرجال يعرفون بعضهم البعض. إيران تحمل تقدير خاص للجزائر، وكذلك الجزائر تقدر إيران. ولا تنسوا القاسم المشترك الأكبر هو القضية الفلسطينية. نحن في المشهد الراهن، للأسف الشديد بعض الأشخاص يخونون وهناك أمراض طائفية متفشية في المنطقة. يعني في المشهد الراهن قد نتحدث بلغة هذا خان وهذا أوفى، هذا يقدم الشيء الفلاني وذاك يحجب الشيء الفلاني، ولكن الصراع بجملته لا يقيم ضمن هذه الرؤية المبتسرة، بل يقيم ضمن الأطر والآفاق والخيارات الاستراتيجية. مواقف الماضي هي التي صاغت حقائق اللحظة الراهنة، لا تنسوا ذلك. أنا دائما سأتحدث عن هذا الأمر. لم نصل إلى هذه اللحظة عبثا، لم نقفز بالباراشوت، جئناها بسبب سلسلة من السياسات والأخطاء الاستراتيجية القاتلة. الرؤى السياسية من قضايا التطبيع كانت ضرورية جدا، بل في الواقع وجودية، والإجماع في المواقف المبدئية كان صمام الأمان للقضية الفلسطينية. هذه الأمور هي التي أيضا ستصوغ المستقبل. بالمناسبة، لقد أعيد انتخاب المجرم نتنياهو بسبب التطبيع. هل نسيتم ذلك؟ كان شعاره العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية، العرب باعوها، وقال أنا من سيجلبهم للتطبيع، أنا من سيغير كل شيء في هذه المنطقة. من هنا بدأت الكارثة. الموقف مهم، القاسم المشترك بين إيران والجزائر فلسطين. هذا القاسم له مغزى كبير في تقديري وقناعتي أن الجزائر تشعر بوجود قرابة ما فورية سميها وجدانية مع إيران، رغم بالمناسبة اختلاف منهجهما. طبعا هذه القرابة تتغذى على العناصر الأساسية للدولة: السيادة، المبدأ، الوفاء للمنظومة الأخلاقية. كما تعلمون، غزة زلزلت أشياء كثيرة، لقد دخلنا مرحلة البحث الذاتي العميق. أنا لا أريد القفز إلى النتائج، في الأخير أنا مجرد إعلامي بسيط أمارس العصف الذهني مع أحبتي الجزائريين والإيرانيين. لكن عندما يزور الرئيس الإيراني الجزائر، أتوقع بأن الطريق قد تكون قد بانت يعني في خلال تلك الفترة. الجزائر ابنة المنطقة البارة قد تجد نفسها الآن مع غير العرب، خصوصا في المسائل المبدئية. هذا أمر واضح، الجزائر لم تعد قادرة على الانسجام مع العرب. لا ينفع حتى لو كانت لديك أحلام مثالية، كما قال السفير الإيراني، قال موقف الجزائر مشرف جدا جدا، ولكن يعني لا تستطيع. مواقفك المثالية تحتاج إلى إجماع. يبدو أن الجزائر فشلت في هذا، في التواصل والانسجام مع هذه المنطقة. في أمريكا اللاتينية وفي إفريقيا كثيرون يقدرون الجزائر. الأتراك لديهم نظرة استراتيجية مختلفة
يقدرون الجزائر مثل الإيرانيين. ومن يدري يا أخي، فقد ينبثق عن هذه التجليات شيء ما في المستقبل، تحالفات جديدة في المنطقة، من يدري. هذا موضوع يصلح للعصف الذهني في كل الأحوال، ولا أريد القفز إلى النتائج طبعا، أو القفز إلى الاستنتاجات عفوا. في الختام هناك، دعوني أختم بقصة الحاخام الإسرائيلي. هذا الحاخام يريد استعادة سيناء بأي شكل من الأشكال، وقال بأنه تزامنا مع اقتراب مجيء المسيح، ويبدو أنه يتوقع مجيء المسيح هذا الأسبوع أو الأسبوع التالي، قال يعني هو يتوقع في كل حوال. قال في هذا المناخ ومع بدء الحرب على غزة، قال إن الله سيفتح على إسرائيل بفتوحات عظيمة، وأن سيناء حتى نهر النيل ستعود إلى إسرائيل. يقولها بإيمان وقناعة منقطعة النظير. وحسب صحيفة عبرية قالت إن عدد الحاخامات في دولة الاحتلال الذين ينظرون إلى 7 أكتوبر كنعمة، نعمة جاءت إليهم من السماء، قال عددهم مخيف. وهذه النعمة طبعا ينظرون إليها باعتبارها فرصة لاسترداد كل شيء، للحصول على سيناء وللتوسع وأحلامهم القديمة. أنا الآن عرفت من أين يأتي الجنون. لا تستهينوا بهؤلاء، هم الذين يغذون حكومة نتنياهو. لقد فعل نتنياهو كل ما يرضيهم، ولقد أثبت الصهاينة أنهم مغرمون بتطبيق روايات كتبهم القديمة. كل المشروع الصهيوني يقوم على أشياء عجيبة. لو قلت لأي مخلوق في الأرض يعني قبل 100 عام بأن اليهود سيشردون شعب من أرضه، لو قلت لأي إنسان عاش من 100 سنة سيشردون هذا الشعب استنادا إلى أسطورة وقعت منذ آلاف السنين، لاتهمك هذا الإنسان بالجنون. وحديثهم عن سيناء قد يبدو جنونيا، ولكن ينبغي أن نفترض وأنهم مجانين بالفعل، ومنه أنه لا توجد مستشفيات للحكومات المجنونة، استعدوا لأسوأ السيناريوهات. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.